اهلا بحضراتكم من جديد. معايا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من الصفقات المهمه. مش شرط الصفقه يكون لاعب في الملعب، لكن خارج الملعب وخارج الخطوط بيكون ليه بصمه مهمه جدا. معايا النهارده ابو الاشبال كابتن بدر رجب. منورنا يا كابتن بدر. الله يخليك يا كابتن اسامه، منورك ومتشكر على المقدمه الجميله دي. تبقى سعيد بلقب ابو الاشبال؟ اكيد، يعني كل القطاع سواء كنت موجود قبل ما اسافر او دلوقتي كلهم ولادي، وانا ببقى سعيد جدا بولادي وفخور جدا ان انا موجود مع ولاد واجيال جديده نعملها ان شاء الله للنادي الاهلي ونكون على قد المسؤوليه اللي فوق عاتقنا. يعني اللقب ده كان بيتقال لواحد من النجوم العصر الذهبي، كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، ابونا كلنا. كابتن مصطفى حسين وكابتن انور سلامه هم اللي اختاروني وجابوني النادي الاهلي، فده يعني ليه الشرف ان انا اخد لقب كابتن مصطفى. وان كان طبعا هو انا مش هقدر ابقى زيه، لكن بحاول طبعا اكون زيه. قبل ما نبتدي حلقتنا، فريق الاعداد مجهز لك تقرير، تعال نشوف ونسمع التقرير ده عن الكابتن بدر رجب الاول، ونرجع لحضراتكم نبتدي حوارنا النهارده. زي ما احنا سمعنا في التقرير يا كابتن بدر، بتبقى سعيد لما ولادك اللاعبين اللي اصبحوا نجوم دلوقتي زي تريزيجيه، زي كهربا، زي غيرهم من النجوم، بيسالوا على كابتن بدر رجب ويجوا يزوروه في النادي. شفنا النني من فتره جه زارك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، تبقى سعيد باللحظات دي؟ يعني في الاول بتبقى الموضوع بالنسبه لك صعب شويه، ان هل الاولاد دول هيفتكروك بعد ما يكبروا ويبقوا نجوم؟ لكن كان التنبؤ من صغرهم والرهان عليهم ان دول، يعني انا حتى ما كنت ببقى معاهم بقول لهم انا بشوفكم في استاد القاهره، ما بشوفكوش في النادي الاهلي. استاد القاهره ده اللي بيلعب فيه المنتخبات، بتوصلوا بالحلم بتاعه للحظه الحلوه، فالمنتخبات الوطنيه والفريق الاول في النادي الاهلي. فكنت متنبأ لهم من هم صغيرين ان هم في حاجه كبيره جدا. لكن هم لعيبه عندهم اصل كبير جدا، يعني كلهم بياخدوا راي في كل حاجه، في كل، حتى في تنقلاتهم، حتى في الانديه اللي هيروحوها الفترة الأخيرة. أما كان عندي بعض التعثرات وكده، جم زاروني ونني وكلهم سألوا عليا في التليفون، وفيهم ناس جات للمكتب في النادي أما ابتديت أتعافى شوية. لكن اللي أنا عايز أقوله لك كابتن، إن النادي الأهلي بيتعامل حتى مع أبنائه إن إحنا دول ولادنا ودول عيلة، من العيلة بتاعة النادي الأهلي، من قوام النادي الأهلي، من هم حتى لو لعيب خرج من النادي، حتى لو خرج من النادي الأهلي بيرجع لك ويقول لك كابتن روح أنهي نادي، لأن إحنا بنربي فيهم الشخصية، بنربي فيهم الانتماء. والانتماء ده مش للنادي الأهلي بس، إحنا بنخليه ينتمي للنادي الأهلي وللمنتخب الوطني المصري. بالتالي كل لاعبتنا الحمد لله، أغلب لاعيبة المنتخبات في الوطنية بتبقى من النادي الأهلي، لأنه بيتربى على إزاي يبقى مخلص ومنتمي لبلده والنادي. فدي حاجه كويسه في الاولاد بتوعنا بصراحه. يعني هنروح لاخر تجربه، كان من ايام قليله مجموعه من اللاعبين الافارقه خاصه من غانا، لاعب من السنغال تم الاستعانه بيهم في قطاع الناشئين، عين الكابتن بدر رجب العين الحلوه اللي بتنتقي اللاعبين المميزين. ازاي شفت التجربه دي يا كابتن بدر، وازاي شفت اللعيبه اللي جت عن طريق الكابتن هاني رمزي والسكاونتنج والنادي الاهلي؟ اولا خلينا نحيي مجلس الاداره اللي بيفكر في مستقبل النادي الاهلي. ما هو مش شرط اللعيبه دي تبقى للنادي الاهلي بس، ممكن تبقى تدخل داخل النادي الاهلي، نبيعها ونجيب داخل النادي الاهلي. فده استثمار في اللعيبه الافارقه، ودي حاجه جديده، وتملي النادي الاهلي بمجلس ادارته طبعا وعلى راسهم كابتننا الكبير الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، بيفكر في مستقبل النادي الاهلي، ازاي يبقى فيه مداخل للنادي الاهلي من خلال تجربه فريده من نوعها، ان انت تجيب لعيبه صغيرين ويبقوا موجودين جوه النادي الاهلي عشان تستعين بيهم في الفريق الاول، او تعمل لهم استثمار للنادي الاهلي. فدي تجربه فريده جدا، مبسوط بيها جدا. الاولاد اللي جم لعيبه كويسه جدا مميزين، فيهم اثنين لعيبه احنا اخترناهم او ثلاثه لعيبه. مميزاتهم ايه؟ يعني سامول اوسونج ده مهاجم شرس جدا، متحرك، بيلعب رجليه اثنين، ما بيسيبش المدافعين يلعبوا براحتهم، بيضغط على اي مدافع موجود، بيلعب من انصاف الفرص، بيقدر يهدف، عنده مرونه ورشاقه غير عاديه، افريقي طبعا، عنده سرعات تفوق اي حد، فبالتالي شد انتباهنا من اول ما ده بالنسبه للمهاجم. بالنسبه للمدافع، المدافع عنده فكر كويس جدا، بيبتدي من ورا، يعني في بناء اللعب في الكره الحديثه اللي موجوده دلوقتي، ان انت تعمل بيلدنج اب، كورته سليمه جدا جدا جدا، اشتراكاته في استخلاص الكره شيك جدا، من اللعيبه الشيك جدا بتوع زمان بقى، اللي هم البروهات بتاعت زمان اللي هي بتلعب كوره وهو بيلعب. انت قلت
شبه الغزال ابراهيم يوسف. فعلا شبه الكابتن المرحوم العظيم الكابتن ابراهيم يوسف اللي كان بيجري مصر ونادي الزمالك. والولد عنده اشتراكات في الكوره العاليه سواء في الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه، بيستخلصها كويس وبيلعبها كويس، بالتالي وقع علينا الاختيار ان احنا نبقى الاثنين دول موجودين في النادي الاهلي. طبعا السكاوتين كابتن هاني رمزي كان راح في افريقيا وجاب اللعيبه دي، وبنشكره يعني لعيبه كويسه ان شاء الله يبقوا مبشرين ويبقوا موجودين ويبقوا عون لقطاع الناشئين او للفريق الاول ان شاء الله الفتره القادمه. الاثنين لعيبه مواليد 2006. ايوه. هيتم الاستعانه بيهم الفتره الجايه مع فريق 2005 مع كابتن حسن محمد في دوري 2005 ولا دوري 2003، ولا ممكن يستعين بيهم في الاثنين حسب متطلبات الفريق، ولا فكر الكابتن بدر هيكون ايه مع المدربين؟ لا هم مبدئيا هيلعبوا في 2005 و2003 مع الفرقتين. مع الفرقتين يعني مبدئيا هيلعبهم هنا وهنا على حسب ظروف المباريات او القوة الفريق المنافس، لان الاولاد عندهم شغف غريب جدا ان هم عايزين يثبتوا وجودهم. وده انا لمسته من خلال التدريبات اللي هم بيتمرنوها. يعني بيلعبوا بس لعيبه جايه عارفه هي عايزه تعمل ايه وعايزه تحترف من صغرها بدري قوي، وجايه نادي كبير اكبر نادي في افريقيا، النادي الاهلي مسمع في العالم كله، بالتالي هم عارفين هم جايين فين وبيحاولوا يحافظوا على المكان ده، عايزين يخشوا بسرعه جدا. وده عجبني فيهم ان هم عندهم اصرار وعزيمه قويه جدا تناسب اسلوب النادي الاهلي. التجربه دي مش الاولى للكابتن بدر، كانت تم التجربه دي قبل كده في الامارات وكان في عدد كبير من اللاعبين الافارقه وتم الاختيار ويعني بعض اللاعبين المميزين وما شاء الله بعد كده يعني كان استثمار كبير. دي تاني تجربه ليا، بس اللي كانت في الامارات احنا عملنا فرقه من العدم زي ما بيقولوا، كان معانا ناس موجوده على راسهم الكابتن احمد مستيكي ومجلس اداره النادي وكل الشيوخ اللي كانت موجوده في نادي الجزيره، جابوا لعيبه من افريقيا وكانت تجربه بالنسبه لنا فريده برضو من نوعها، لان احنا جبنا حوالي 100 لعيب استقرينا على حوالي 22 لعيب ولعبنا بيهم فريق درجه ثالثه ونافسنا لاخر ماتش في البطوله في الصعود. وفي ثلاث لعيبه اتباعوا لانديه الامارات موجودين، وكان في لعيب اسمه محمد سواري وانا كنت كان نفسي يجي النادي الاهلي لان ده لعيب اوروبي يعني يقدر يلعب في اوروبا سهل جدا، وكانت تجربه ناجحه جدا. ترشحت للنادي الاهلي وقتها؟ لا هو الولد كان اللي كان ماضي مع نادي الجزيره طبعا بالتالي هم استفادوا بيه اكتر في الامارات. لكن ده ولد لعيب اوروبي يقدر يلعب في اوروبا كويس قوي، لعيب كويس جدا، وكانت تجربه ناجحه والحمد لله النادي الاهلي بيخوض نفس التجربه، ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونبقى بالنسبه لنا تجربه مش جديده علينا، لكن نحاول ننجحها بشتى الطرق عشان تفيد النادي الاهلي. اول ما كابتن بدر رجب جه النادي الاهلي كان اول تليفون كان من مين عشان ترجع مره تانية لبيتك؟ يعني اما بتتكلم على النادي الاهلي بتتكلم على اسطوره مصر كابتن محمود الخطيب، اما يقول لك انت احنا شوف انت الامور بالنسبه لك ايه واحنا عايزينك في النادي الاهلي، ما بيبقاش في كلام تاني. يعني ما يعني انت بتتكلم مع لعيب كوره قبل ما يكون رئيس نادي، بتتكلم على واحد من اساطير الكوره المصريه والافريقيه. يعني لو انا كنت موجود في الفتره وكان سني اكبر كنت من اللعيبه اللي ممكن تحترف سهل جدا وتعمل مجد كبير جدا في اوروبا، لا يقل على كل اللعيبه اللي طلعت، بالعكس بل يفوق في النواحي المهاريه والفكريه والمهارات الفرديه الفريده اللي لسه ما شفناهاش من زمن كبير. وانا بقول كده مش عشان انا موجود في النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب انا لعبت معاه، لكن عايز اقول لك احنا كنا بنديله الكره عشان نتفرج هيعمل ايه مش عشان ناخدها منه تاني. فدي من الحاجات اللي انا حبيت اقولها، مش عشان انا موجود في النادي الاهلي، انا بره القصه ان انا او هو مش مستني مني ان انا اقول كده، لكن انا بقول حقايق يعني. من الناس اللي هم اول ما قالوا لي قلت له يا كابتن كرس انا نازل مصر وان شاء الله هبقى موجود مع حضرتك، ونزلت على النادي الاهلي اول ما كلمني على طول ونهيت تعاقدي مع نادي الجزيره، قدمت استقاله وجيت للنادي الاهلي متواجد حاليا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ما شاء الله الامكانيات دلوقتي متوفره بشكل كبير. طبعا امكانيات عاليه جدا غير ما كان زمان، دلوقتي كل حاجه موجوده في النادي الاهلي من ملاعب، من ادوات، من ملابس، من دكاتره، اجهزه طبيه، اجهزه طبيه، كله كياسات جديده، يعني كل ما ينجح اللعيب ويخليه يحترف من صغره موجود جوه النادي الاهلي، سواء من جهه مجلس الاداره كلهم وسواء من الاجهزه اللي موجوده ورئيس القطاع وكابتن وليد سليمان والمساعد معايا كابتن محمد شوقي وكابتن احمد ناجي موجود. فانت جايب ناس ليها تقل في قطاع الناشئين، بالتالي ان شاء الله الناس مستنيه النتائج، وده العبء الثقيل جدا على اكتافنا ان احنا عايزين ننجح التجربه ونعيد تجربه الاحتراف
سواء يبقى الاوروبي او اعاره اللاعبين او الصعود للفريق الاول، وان شاء الله تبقى موجوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. تتفق معايا كابتن بدر ان لو انت عايز تعمل منظومه صحيح، بتكلم ده لكل الانديه او الاتحاد المصري لكره القدم، لازم تبتدي القاعده من تحت، من قطاعات الناشئين، من البراعم، من اللعيبه الصغيره من تحت. لو عايز تاسس صح المدرب، عايز تاسس صح لعيبه، يبقى لازم تبتديها من تحت. الهرم اما بيتبني القاعده بتاعته بتبقى كبيره جدا، كبير. وده قطاع الناشئين ومدرسه الكوره بالتحديد، مدرسه الكوره ثم قطاع الناشئين. لو ما عندكش الهرم ده وتسلسل الهرم الوظيفي بتاع اللاعب، سواء في النواحي المهاريه الفنيه الاول ثم المهاريه ثم البدنيه ثم التكتيكيه، فانت بتبني خيال وهم مش هتحصد منه حاجه. لكن لما يبقى عندك قاعده سليمه تستند عليها في المستقبل، تفضل موجوده، وده اللي احنا كنا عملناه الفتره اللي كان موجود فيها مستر كورفر، واستندنا على الاولاد دول، والاولاد دول ما خذلوناش. ليه؟ لان كان عندنا رؤيه واسعه جدا بتختار من مجموعه كبيره جدا للانسب اللي هو يمثل الفريق النادي الاهلي، وعشان كده بقى عندنا محترفين كتير جدا في اوروبا. يمكن النادي الوحيد في مصر، او في افريقيا ان احترف من عنده حوالي 14 لعيب في اوروبا من مولود النادي، من اولاد النادي الاهلي، من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فدي تجربه يعني ناجحه جدا جدا، ان شاء الله نحاول نحافظ عليها ونحاول نكبرها. كنت سعيد لما الفتره اللي فاتت مستر كولر تم الاستعانه ب 10 لاعبين او 13 لاعب من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، راحوا معسكر الامارات. اللعيبه شاركت، اللعيبه كانت موجوده في المباريات الوديه. كمان في 5 لاعبين مضوا او 5 لاعبين تأيدوا في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. خلينا اقول لك يا كابتن اسامه ان احنا بنكمل بعض يعني علشان ما نخسفش حق الاخرين، الناس اللي كانت شغاله قبلينا، سواء الكواجه او كابتن خالد، والتكمله من الكابتن وليد ومني ومن الكابتن شوقي، ان احنا بنكمل شغل الاخرين اللي اولاد موجودين. حلوه قوي دي في النادي الاهلي. لا كل واحد بيجي احنا بنكمل اللي بعدنا. لا ده حقيقة. بنكمل اللي قبلينا. دي حقيقه، لان احنا مش هناخد شغل تعب حد، واحنا لسه بنبني وبنكمل ما بداوا به اللي كانوا قبلينا، سواء الجهاز اللي كان موجود الفني او الاداري. وبالتالي احنا عندنا قاعده كويسه، وعملنا قاعده كمان كويسه. يعني احنا عندنا ولاد، احنا الفتره اللي فاتت كنا عاكفين على اللعيبه اللي هتكمل درجه اولى، وابتديت اكتب اسمائهم، وابتديت احط لهم برنامج هنشتغل عليه الفتره اللي جايه دي. الحمد لله بقى انا تعافيت الفتره اللي فاتت دي، وابتديت انزل الملعب زي الاول. وطبعا بشكر محمد شوقي الفتره اللي فاتت دي قد ايه كان ملتزم معايا، وقد ايه كان بينفذ اللي بقوله، وقد ايه كان عنده قدرات كتيره جدا وعنده افكار بيقولها لي. وبنقعد مع بعض قبل التمرين وبعد التمرين، بنشوف ايه اللي يفيد النادي الاهلي وايه اللي يفيد اولادنا. وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في لعيبه تانية تصعد، مش كل اللي عندنا المميزين الصعدوا، في لعيبه مميزه لسه ما صعدتش، ان شاء الله هنفاجئ بيها الفريق الاول في الفتره اللي جايه في خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين. انت بقالك فتره دلوقتي ما يقرب من حوالي 4-5 شهور يا كابتن بدر، رجعت مره ثانيه للكره المصريه وقطاعات الناشئين. ايه اللي انت محتاج تشوفه يتغير الفتره اللي جايه علشان نوصل ونكون افضل؟ طبعا بتتابع مسابقات البراعم، بتتابع مسابقات الجمهوريه، بتشوف اللاعبين، بتشوف مستويات المدربين. ايه اللي احنا عايزين نبني عليه الفتره الجايه عشان نروح لخطوه ابعد؟ عايزين نبني من تحت، ان انت ما بتلعبش على المكسب. من تحت، من البراعم. ولغايه سن المنافسه، سن المنافسه من 16 سنه اللي هو ما قبل الاحتراف. كويس. كل ده سن تعليمي. كويس. احنا ما نحطش اللاعب تحت ضغط. لا يتحط اللاعب ولا المدرب ولا ولي الامر ولا النتائج ولا ولي الامر. لان انت يعني على سبيل المثال في النادي الاهلي، من البراعم لغايه لما توصل فوق انت في اختبار عشان تلعب في الفريق الاول. فكل دي حاجات انت بتزرعها عشان تحصدها، او بتتدرب عشان تقول انا موجود من خلال تواجدك في المنتخبات الوطنيه، من خلال صعودك للفريق الاول. كل ده انت في اختبار لغايه اما تسجل في الفريق الاول وتلعب بالفريق الاول. حتى ما انت فوق وانت ما بتلعبش، انت تحت ضغوط الاختبار والكلام ده كله. وبالتالي المرحله او الفتره اللي جايه دي، القاعده اللي عندنا والقاعده اللي موجوده في النادي الاهلي هتفيد المنتخبات المصريه وتفيد النادي الاهلي. خليني اقول لك ايه اللي انا مضايقني من ساعه ما جيت، من خلال التجارب اللي شفتها من خلال البراعم وقطاع الناشئين. ايه؟ عندنا كارثه كبيره جدا، عشان كده كل منتخباتنا في الضياع. ايه؟ كارثه كبيره جدا، الا وهي التسنين والتصوير.
لعيبه المسلمه، تخيل انت لعيبه الوزاره بتاخد اماكن اللعيبه الموهوبه وسوق. يعني تخيل انت مثلا واحد مخلف اثنين وبيلعب تحت 14 سنه، انا ما شفتهاش في الكوره في اوروبا. يعني يبقى واحد يعني بيلعب اب لابن بيلعب ضده ويقول لك اصل ورقه سليم. ورقه سليم ايه؟ انت ماذا تعني من حصد بطوله ولا كاس صفيح؟ هو القطاع الناشئين بيتعمل عشان اخد بطوله ولا عشان تصعيد للفريق الاول؟ ده للنادي والكره المصريه فيما بعد والفريق الاول. هتعمل انت ايه في المنتخب اللي راحوا عملوا الاسوره وطلعوا كله مزور؟ كله طلع للاسف. طب لمصلحه مين؟ وتيجي تقول الكره المصريه في انهيار. ما هم الانديه من الاساس اللي بتسمح لنفسها تشتغل على النتائج. يعني انا يمكن انا اتكلمت الكلام ده قبل كده للكره المصريه، قلت يا جماعه المسؤولين على الكره المصريه، ما فيش حاجه اسمها نتائج، في حاجه اسمها مهرجانات. تعمل مهرجانات كله بيتساوى، الاول زي الاخير، ما فيش اول. انت بتحتاج، حتى كنا بنعمل هي مشاركة مش منافسة. مشاركة يعني انت ممكن تاخد اتنين من الاهلي واتنين من كل منطقة تعمل كده، واتنين من مقاولين واتنين من السكة واتنين من النصر واتنين، ويلعبوا فرق، يلعبوا بعض. مش النادي الاهلي بيلعب بينافس المقاولين والمقاولين بينافس النادي الاهلي. لان دي مرحلة تعليمية بحتة. صحيح. هناك فرق بين التعليم والتدريب. اذا انت دخلت الاتنين في بعض فانت انسان بتدمر الكره المصريه وبتدمر ناديك. التعليم ليه مراحل وليه خصائص بتشتغل عليها، والتدريب ليه مراحل بتشتغل عليها. يعني ما ينفعش في سن صغيره تقول لي ولد اشتغل على الشغل البدني والبرايفت والناس اللي بتاخد الاهالي اللي فاهمين الكره غلط. ظاهره انتشرت بشكل كبير دلوقتي، والاكاديميات، وان انت تنطط وتطلع حواجز وقال كده انت شغال. ما هو انت ما تعرفش خصائص هذا اللاعب. ما هو انت لو دارس ومتعلم كويس وعندك خبرات كبيره تقدر تفسر وتمحص وتذاكر وخبراتك تنقلها للولد الصغير ده، ان في السن الصغير ده السن التعليمي بتشتغل على النواحي الفنيه والمهاريه. ولازم تفرق بين النواحي الفنيه والنواحي المهاريه. ما عندناش القصه دي يا كابتن وسام. احنا عندنا ينط حواجز وينزل من تحت ويجي له تقوس، يمسك البراعم، ما فيش التعليم وما فيش، لان الانديه عايزه بطوله. انا بطل منطقه القاهره، انا بطل الجمهوريه في الاخر. ايوه طلع لعيب عندي، طلع. اما تجيب الاحصائيه الاخيره وتجيب الانديه كام لعيب طلع من القطاعات الناشئين للفريق الاول، هتزعل قوي. كام لعيب، كام منتخب وصل لنهائيات، هتزعل قوي. واحنا مصر، احنا 110 مليون، الموهبه موجوده وقتل الموهبه موجود. يوسفني اقول لك كده كتير قتل الموهبه، يعني الموهبه لعيبه مسننه مزوره تاخد اماكن لعيبه موهوبه كتير. ده اللي انا بكلمك فيه. فدي حاجات مزعلاني جدا. انك تبقى عندك موهبه تنتقيها وتحافظ عليها، لان الموهوب ده لا ينمى ولا يطور. اللي ربنا اداهولك ده بتاع ربنا. ده موهوب. والمصنوع ينمى ويطور عشان يكمل يحمي الموهبة. المصنوع ده عشان يحمي الموهبة مش عشان يدمر الموهبة. واخد بالك؟ فانت في هم كل فريق بيلعبوا، كل الولاد بيطلعوا فريق اول. لا طبعا. ليه لعيبة معينة بتطلع؟ لعيبة تبقى موهوبة، لعيبة لعيبة عندها فكر، لعيبة عندها تالنت، لعيبة عندها شخصية. وده اللي بيزرعه النادي الاهلي في لعيبته. ان انت عجبني قوي لما سجلنا حلقة في البراعم، علاقة اللعيبة الصغيرة مع كابتن بدر رجب، علاقة المدربين كمان، الروح حلوة قوي، وعجبتني علاقة اختيار المدربين أساس النجاح. ما هو أنت ما بتبقى عندك خبرات بتقدر تحط الرجل السليم في المكان السليم. بالتالي بقى عندك مدربين. أساس اختيار المدرب بتاع البراعم على إيه يا كابتن بدر؟ يعني إيه المعايير المهمة وكابتن بدر بيختار المدرب عنده في القطاع سواء البراعم أو المسابقات علشان المدرب ده هختاره للمسابقة؟ أهم صفة في المدرب في النواحي الفنية والمهارية إن يكون مدرب مهاري يقدر يعمل نموذج. لأن أنت في البيت بتاخد تعليماتك من الأب. فبيبقى قدوة ليك. بالتالي المدرب اللي مش هيقدر يعمل مهارة للاعب عايز يعلمها له، فأنت مش قدوة. هيجيب منين؟ عايز أشوف مدربي هو بيعمل النموذج قدام، فياخدها ويقلدك ويجي تاني يوم يقول لك إيه تعرف تعمل دي؟ يعملك اختبار. لعبتنا أذكياء جدا في مصر، خد بالك. يعني في النادي الاهلي لما تيجي تعمل مهاره، اما كنا مثلا نعلمه مثلا تعمل اكوشه، فيجي يعمل لك اكوشه فويه تاني يوم. فانت لو ما عندكش الخبرات والمهارات انك تعمل حاجه تانية تبهر بيها اللاعب ده عشان ياخدها منك، صدقني اللاعب
انت بتنزل درجات من تقييم اللاعب ليك، لان انت ما انا اللي هديك، انا اللي هعلمك، انا اللي هدربك، مش انا اللي هتعلم فيك. فرق كبير قوي بان انا مرنك واديك، وفرق كبير قوي ان انا اتعلم فيك. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين الانديه الاخرى. النادي الاهلي بيجيب مدربين يعلموا اللعيبه. هديك مثال غريب جدا، السنه دي احنا عندنا فرقه 2010 ما شاء الله ماشيه بشكل من اقل الاجسام اللي موجوده في مصر، لكن لانهم سلام ومتصدرين متصدرين عندهم شخصيه، بيلعبوا اولاد مسننين ومزورين وبتلعب بتحب تتفرج عليهم. اما جبت الاثنين المدربين الموجودين، بالنسبه للمدربين المعروفين ما حدش يعرفه، لكن بعد كده لسه النهارده اولياء الامور جايين يشكرونا ويشكروا المدربين على المجهود اللي اتعمل مع الاولاد والمستوى اللي ظهروا بيه. فدي حاجه ايجابيه. انت انا مش عايز اجيب مدرب اسمه خلاص، انا عايز مدرب عارف معلم. اللي هو معلم خبير في المكان ده. بالتالي النجاحات سواء ال 2010 او 2014 او 2015 او الثلاث فرق اللي عملناهم الجداد الصغيرين، كل ده جاي مش للنادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي بيخدم مصر، خد بالك، رغم ان ده في تكلفه على النادي الاهلي طبعا. بس النادي الاهلي على عاتقه ان هو منتخبات، يكون منتخبات لمصر. انت بتطلع لعيبه للناشئين والشباب والاولمبي والاول والنادي مزبوط. الاهلي وانديه مصر كمان مزبوط. بيتم التفريغ مزبوط. ليها مظبوط. ده كلام، ده قدر النادي الاهلي ان انت تخدم المنتخبات الوطنيه وتخدم مصر كلها من خلال لعيبتك. انت حتى اللي ما بيلعبش عندك في الدرجه الاولى بيروح للانديه الثانيه اكيد، علشان متاسس صح. مظبوط. اسمح لنا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مع ابو الاشبال كابتن بدرجة. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ابو الاشبال الكابتن بدرجة. كابتن بدر، لما طلب منك ترجع النادي الاهلي كان اول رد ليك كان ايه؟ اما كابتن كلمني قلت له انا كابتن اجي من الامارات للنادي الاهلي ماشي. ما فكرتش حتى ولا لا ما كانش عندي اي حاجه غير ان انا اما الكابتن يقول حاجه اكيد هو عارف بيقول ايه وطلبني ليه في الفتره دي بالتحديد. قلت له يا كابتن انا اجي النادي الاهلي ماشي. ف النادي الاهلي ده سمع عمل معانا كتير قوي قوي، مش انا بس، كل الاجيال يعني. ما حدش يعرف بدر رجب قبل ما يخش النادي الاهلي، وده ودي دي دي حاجات احنا مش بنرد، لا ده حق النادي الاهلي علينا. ما يبقى عندك حاجه حتى وانا بره وتفيد النادي الاهلي. اول ما جيت وانت بتقول لي الكلمه دي، جيت كان عندك خطه وانا بتكلم معاك في اول بقى عايزين نستضيفك في الاشبال، قلت لي لا اجلني شويه علشان انا عايز انزل الشرقيه وانزل المنصوره واروح السويس واروح اسوان واروح اسيوط. قلت لك يا كابتن بدر واحده واحده، قلت لي لا ده انا عايز الف محافظات مصر كلها. وبعدها حصل التعب، دخلت انت جامد قوي يا كابتن بدر مجرد ما بدات اختبارات النادي الاهلي. والله يا كابتن اسامه انت عارف انت لما بتبقى عايز تعمل كل حاجه يعني عايز تشتغل في ال 24 ساعه 20 ساعه ولاك في التمرين تاني يوم تقول انا في الشرقيه. مظبوط. تاني يوم تقول انا في اختبارات الاهلي في السويس. اثر عليا شويه لان انا عملت مجهود، مش انا يعني مش انا لوحدي بصراحه، كل المدربين اللي كانوا معايا وفي الاختبارات يعني ادوا دور اكثر من رائع. يعني كفايه ان احنا بقى عندنا الحمد لله قاعده نقدر نستند عليها، وده كان هدف حقيقي. كابتن الخطيب وهدف لجنه الكوره المسؤوله عن الكوره في النادي الاهلي. بالتالي انا ما المجهود كان زياده شويه فكنت ببقى تعبان وبقرص على نفسي، تعبان بقرص على نفسي لغايه اما وصلت لمرحله ان انا مش قادر بقى خلاص. فالدكاتره يعني قالوا لي ما ينفعش تتحرك من مكانك، لان كنت وصلت لمرحله حتى ما افتكرها يعني بتاثر شويه، لان انا كنت واصل لمرحله صعبه جدا. بس ربنا الحمد لله دلوقتي، الحمد لله والشكر ربنا نجاني بدعاء الناس والتمدي المحن بتبين لك يعني. انت بتقول ان اجي من النادي الاهلي ماشي، ما سالتنيش النادي الاهلي عمل معاك ايه، ما سالتنيش الكابتن كان قد ايه. طب ما تقول لنا. يعني النادي الاهلي احسن مستشفيات في الدنيا يوديك، بيسالوا الدكاتره اخباره ايه، الكابتن كان في متابعه مستمره من النادي الاهلي من الهرم الكبير بتاعنا الكابتن محمود. انت ما تتحركش غير لما تبقى سليم، مالكش دعوه باي حاجه. فانت مش عايزني بعد كل اللي بتعمل لي ده انا مش هرد،
انا اموت في الملعب؟ لا اموت في الملعب. يعني انا نفسي اموت في وانا في النادي الاهلي في الملعب، مابقاش بره يعني، دي حقيقه والله. فانا بتكلم، فدي فتره بينت لك كمان يا كابتن اسامه قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس بتدعي لك. يعني انا كان في ناس بتدعي لي كده انا ما اعرفهاش، انا احنا بندعي لك. وانا كنت ببقى موجود في الملعب وانا يعني لسه مش مكتمل الشفاء، فبالتالي انت في اصاله في النادي الاهلي، في كده اصاله، ناس اصيله، عيله. العيله دي اصيله، عيله اصيله، عيله اتربت صح من الاهلي زمان اللي هم قيادات النادي الاهلي الكبيره، اسسنا كلهم سواء اعضاء مجلس الاداره او رؤساء مجلس الاداره او الناس المدربين اللي اشتغلنا معاهم، اتعلمنا منهم انك تبقى شايف كل حاجه حلوه في النادي الاهلي، ما بتشوفش حاجه وحشه. بالتالي انت مش بترد بقى، ولا انت لا مش جميله، لا ده النادي الاهلي ده بيتك، انت بتشتغل في بيتك. فبالتالي الحمد لله الفتره اللي فاتت انا تعافيت الحمد لله، وربنا نجاني الحمد لله من اللي انا كنت فيه. لكن انا عليا دين للنادي الاهلي، ما زلت في دين في رقبتي، في رقبتي للنادي الاهلي، لازم مش هرده لغايه اما لاجل غير مسمى ان شاء الله اقدر اعمل حاجه للنادي الاهلي وللمنتخبات الوطنيه. نفسي طب قول لنا بقى، وانت فرصه وانت موجود معانا، الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت كنت بتطلع، طلعت كهربا وطلعت تريزيجيه وطلعت هشام محمد، طلعت لعيبه كتير يعني بدون ما انسى يعني طبعا الكابتن بدر حافظه، حافظ اسماء اللعيبه اللي طلعتها. اكيد. طب ما تقول لنا على الهوا. اكيد. احمد سمير فرج، عمرو الحلواني، ده جيل 85، وفي اجيال، في كهربا وفي عفروتو وفي هشام محمد وفي محمد عبد الفتاح واحمد شكري وشهاب الدين وفي الشناوي وفي كان محمود السيد برضه حارس مرمى، مش عايز انسى، وفي رامي ربيعه وفي كريم اللي هو بيلعب في كريم نيدفيد، ولا كريم نيدفيد، في ولد في ولد تاني كريم اللي هو الباك ليفت بتاع بيراميدز، وفي طبعا تريزيجيه، وفي نني، وفي كهربا ما شاء الله اسماء، وفي رامي ربيعه، في اسماء كتير جدا مش عايز انسى حد يعني من ولادي. اسماء النجوم اللي كنت بتطلعها كابتن بدر يعني كانت بتيجي ازاي؟ اللقب منين بيجي لما تقول له انت كهربا، انت تريزيجيه، انت فلان، انت فلان، كانت بتيجي ازاي؟ ولا بتيجي عفويه، ولا بتيجي ستايل لعب، ولا بتيجي حركه في الملعب، ولا بيجي هدف، ولا بيجي ايه؟ كان بيتلعب كاس العالم وانا كنت بتفرج عشان اتثقف وكده، فكنت اشوف مثلا تريزيجيه بتاع فرنسا ده منتخب فرنسا، وعندي تريزيجيه اللي عنده 10 سنين و9 سنين ده نفس الستايل ونفس الاهداف اللي بيجيبها، حتى حلق نفس الحلقه. فقلت له انت تريزيجيه، فبتطلع الاسماء كده. كهربا ابني وحبيبي زي الاولاد اللي قبليه واللي بعديه، شقي جدا، مش عارف اجيبه اجنبي خالص، فقلت له انت كهربا من الافعال اللي بيعملها. عفروتو كنا مسمينه جيجز، وبعدين سحبنا اللقب وادينا له مثلا عفروتو برضه معفرط وشقي وحاجات كده. فبتيجي الاسماء من هنا يعني. احنا انا الفتره اللي فاتت دي عندي اولونسو الباك ليفت، تمام، وعندي دي بروين. دي بروين مظبوط، انت متابع يا كابتن وسام؟ لا لعيب ما شاء الله، حاجه مليك. عظيمه. وعندي شيكا اللي هو الاسمر ده. عندي اسماء كتير سميتها دلوقتي بقى. نسيت اساميهم زي ما كنت الاول، نسيت اساميهم الاصليه. وخلاص وعندي الاسماء جيكس. هي المعتمده دلوقتي، خلاص دلوقتي ما بعرفش اقول لهم اسمهم الحقيقي. الاسماء دي يا كابتن اسامه بتدي الولد حتى من صغره لما بيروح يخش على اليوتيوب. انا بشوف دايما السلام بتاع الولاد مع الكابتن بدر سلام مختلف، يعني مش مجرد لعيب جاي يسلم على الكابتن بدر ويمشي، لا انا بشوف احضان في بيحضنك. هو بيحضنك لان هو بيتعامل بسجايته، ما حدش قال له حاجه، هو حاسس انت قد ايه قريب منه وقد ايه بتحس بكل لعبه بيلعبها، كل باصه بيلعبها. لما بتشجعه هو نفسه حاسس ان في حد بيحبه، فبيديك اقصى ما عنده. اقصى دي مهمه قوي في المعامله. ان الولد يرتبط بالمدرب بتاعه، سواء يعني كابتن بدر او المدير الفني او المدربين الموجودين زمايلي. ما هم اللي موجودين دول بياخدوا منك، بياخدوا منك انت، سواء برامج او 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 معاملات. حتى هم دلوقتي ما بيقولش يسلموا بايد، بيحضنوا الولد، لان دي في علاقه حميميه جميله وعاطفيه بين ولد وبين مدربه، من ولد ووالده، لان هو والده في الملعب، هو خايف عليه، هو عايزه في احسن صوره، فابهى صوره ليه، ما بيزعلش منه، بيزعل عليه.
اما بيقديش احنا ما بنزعلش من لاعبتنا، احنا بنزعل عليهم ان انتوا عندكم احسن من كده، امكانيات كبيره بالتالي فتطلعها عشان الناس. نمره واحد تمتعنا، نمره اتنين الناس تبقى عندها ثقه فيكم، انتوا لعيبه هتمثلوا منتخبات مصر بعد كده ان شاء الله. وانت بتتكلم دايما بتتكلم عن ولي الامر، أكيد. ولي الامر دوره مهم جدا. كابتن بدر كمان يعني كان على طول اجتماعات مستمره مع اولياء الامور وتوجيه اولياء الامور. دورك مش مقتصر على اللاعب وتوجيهه ولا المدرب وتعليمه والبرامج، انت كمان بتوجه ولي الامر كانك بتوجه اللاعب نفسه. ما هو كابتن اسامه خليني اقول لك ان ولي الامر ده شريك في المرحله بتاعه اللاعب. ما هم ثلاث حاجات بالنسبه للاعب. نمره واحد المدرسه، البيئه اللي هو بيتربى فيها ولي الامر ووليه الامر. نمره اثنين المدرسه اللي بيتعلم فيها. نمره ثلاثه النادي. فانت المنظومه رقم ثلاثه بالنسبه للاعب. فلازم ولي الامر يتثقف. اللي بياخد ابنه يمرنه برايفت بره ويجي الولد هلكان وتعبان ويبقى في السن الصغير ده مش قادر يجري، اكيد بخبراتي بعرف ان الولد ده اتمرن بره مجهد. فلازم ولي الامر يبقى مثقف كرويا حتى لو ما لعبش عشان يقدر يحافظ على ابنه. يبقى احنا في اتجاه وهو في اتجاه تاني، لا امشي في نفس الاتجاه بتاعنا. فالثقافه الكرويه دي انا نقلتها لاولياء الامور في الفرق اللي موجوده عندنا، بالتالي بقى في اريحيه في التعامل. كويس. هو عارف انه احنا ولي امره في الملعب. فما بقاش في كلام من ورا المدرج، ما بقاش في تدخلات مع المدربين. المدربين بيشتغلوا بس باريحيه كبيره جدا، فبيطلع كل اللي عنده. مش قلقان ولي امر عمال يزعق بره وعمال يوجه بره، هو بيقول يمين والمدرب بيقول شمال او العكس، بالتالي الولد بيبقى مشتت زي اللي بيدي ابنه مثلا درس في الرياضه او في الانجليش، فيديله مع اتنين مدرسين في الاخر المحصله صفر طبعا. مش قادر ياخد هنا فكر وهنا فكر وهنا فكر، ده بيقول له حاجات وده بيقول له حاجات. ده بالظبط اللي انا زرعته الفتره اللي فاتت دي عن طريق الثقافه لاولياء الامور. وللامانه يعني في تجاوب كبير جدا، ما بقاش في اي اختلافات دلوقتي. ما بقاش في اي حد بيجي. ما بقاش في مشاكل مع المدربين. بقى عندنا اريحيه في الشغل. ممتاز. ان انت ليك دور تقدر تعمله. والمدرب ليه دور. تمام. والنادي ليه دور كبير ان هو يوفر لك كل الامكانيات ان انت تبقى تأدي في مناخ كروي سليم. تمام. فبالتالي تطلع كل اللي عندك. تمام. الاعارات، ملف الاعارات ملف مهم. أكيد. النادي الاهلي ما شاء الله عنده عدد كبير من اللاعبين. أكيد. ممكن يبقى لعيب مميز جدا لكن فرصته فوق في الدرجه الاولى في الوقت الحالي صعبه. فانا النهارده عايز احطه في بيئه يقدر ينافس، يقدر يلعب، يقدر ياخد في منافسه اقوى من بطولات الناشئين والشباب، فيروح الدوري الممتاز. شايف فكره اعارات النادي الاهلي خاصه الفكره دي بقى لها فتره، السنه دي برضو اتجددت. عندنا ثلاثه مميزين جدا في قطاع الناشئين، كباكا، زعلوك، رشدان، ثلاثه مبشرين وراحوا مودرن فيوتشر يقدروا يلعبوا ويشاركوا ويرجعوا مره تانية بيتهم النادي الاهلي. وعندنا برضو كان رأفت خليل في زد، محمد اشرف برضو ماشيين بشكل جيد. مظبوط. مظبوط يا كابتن اسامه، ودي خطوه كويسه جدا من النادي الاهلي. مغربي في سموحه. اكيد. ودي لعيبتك بتعرضهم، تعرض بضاعتك اللي انت اشتغلت عليها. ده نمره واحد. نمره واحد مكرر ان اللعيب ده لما يلعب احسن ما يطلع يقعد. يعني انت بتبقى مسجل في النادي الاهلي وهتطلع تقعد، لانك مش هتقدر تلعب على اللعيب اللي بيلعب دلوقتي عنده خبرات كبيره والمدرب عنده ثقه فيه. بالتالي لما بتتشاف بره وبتلعب بره وترجع للنادي الاهلي اكيد خدت خبرات كبيره من الاحتكاك، والخبرات بتيجي من تجارب الفشل والنجاح. هو هياخد تجارب فشل ونجاح ويجي النادي الاهلي يبقى عنده تجارب النجاح اللي يقدر يضيف بيها للنادي الاهلي. بالتالي الاعراض دي ملف قوي جدا للنادي الاهلي، لان انت لعبتك انت بتدي كل الانديه زي ما قلت لك قبل كده كابتن اسامه، فيبقى الاعراض دي مفيده جدا للنادي الاهلي. فكره جميله جدا. محمد عبد المنعم اكيد طلع فتره اعاره، رجع دلوقتي ما شاء الله مكسر منتخب مصر الدنيا، منتخب مصر والنادي الاهلي وغيره. عندنا لعيبه الفتره اللي جايه دي هيبقى في اعراض كتيره. مش ان انت بعدت عن النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي بيدور ازاي يرجعك ليه. كويس. مش يبعد عن زمان. اكيد. مش معنى ان انت اعاره انت النادي الاهلي مستغنى عنك، بالعكس انا عايزك تاني. انا عايزك تجيني تاني كلاعب. مش هقول متكامل، لان النادي الاهلي بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا، وبيلعب بقى كاس عالم الانديه، وبيلعب افريقيا، وبيلعب كاس، وبيلعب دوري. فانت بتحتاج احتكاكات قويه جدا مع النادي الاهلي. لكن على الاقل تاخد التجربه، تخوض التجربه، ما تبقاش بادئ من الصفر. تمام. فبالتالي نجاح كبير جدا لمنظومه النادي الاهلي. وده مش جديد على الناس اللي موجوده. انت بتتكلم في لعيبه كوره، ناس لعيبه كوره. يعني انت رئيس النادي بتاعك لعيب كوره،
فأي فكر كروي فكره قريب من الناس، قريب اللي جدا من الناس شغالة. اللي موجودة. وحتى في الاجتماعات بيقول لك حاجات خبرات كبيرة على طول. انت بتتكلم عن الاجتماعات على طول، في اجتماعات مستمر يعني كل فترة في اجتماع، كابتن بدر رجب، كابتن محمد شاوي، وليد سليمان موجودين، الكابتن محمود الخطيب في مدينة نصر دايما بيتابعوا فيه اهتمام من الكابتن محمود بقطاع الناشئين. موجود الاجتماعات دي دورية، خد بالك، مع الكابتن ومع لجنة الكورة. أبرز اللي بيتم في الاجتماعات، مش عايزين نعرف التفاصيل، لكن يعني أبرز ما يدور في الاجتماعات. هو أنا مش هقول لك أسرار طبعا، لأن دي حاجات ما بتطلعش بره، لكن أنا خليني أقول لك إن مدى الحرص على إنك تبقى ملتزم جدا في التعامل كويس، في التعاملات بتاعتك عشان الناس تحترمك. لو عايزني احترم حد لازم انا احترمه. فدي كابتن ولجنه الكوره، كابتن الخطيب ولجنه الكوره بيصروا عليها جدا، ازاي تتعامل، ازاي يبقى عندك عدد في القوائم تقدر تطورهم، ما يبقاش عندك زحمه كبيره جدا، بالتالي اللعيبه تتوه منك والمدربين يتعبوا، وحتى المساعد يبقى مش مركز مع المدرب، لان احنا بنعد حتى المساعدين ان هو يبقى مدير فني كويس، عشان ربما المدرب يتعب، ربما المدرب يطرد، ربما تعمل المدرب كوادر جديدة ما يكونش، فبنعمل كوادر جديده. وده بتعليمات من كابتن ولجنه الكوره، كابتن محمود الخطيب، لان انت هو بيدور على المصلحه العامه للنادي، مش مصلحه خاصه. بالتالي احنا بناخد منه الحاجات دي وبنشتغل فيها بجهد كبير جدا. احنا على طول انا والكابتن وليد والكابتن محمد شوقي اجتماعات، مش هقول لك يوميه، يعني حتى في التمرين بنتكلم هنعمل ايه، تمام. بعد التمرين النهارده في ايه نقدر نعدله، بكره هنشتغل ازاي، كل ده من خلال الخوف والحرص اللي موجود في الكبار بتوعنا. انك لازم تبقى في ادوات للنجاح، احنا بنوفرها لك وعليك انك تستغلها وترجع لنا بنجاحات كبيره جدا للنادي. تمام. اخيرا يا كابتن بدر، عشان وقتنا، لازم اسالك عن منتخبنا الوطني. شفت ازاي منتخبنا الوطني اداؤه كأس الأمم الأفريقية؟ كان برضو الأداء مخيب للأمال، كانت الناس منتظرة الكثير. خليني أقول لك، اللي ما عندوش تخطيط، أيوة، ها، ما عندوش كورة. قصة الزوبعة دي، إن أنت زوبعة فنجال أي حد تاخده كده وأي حد تجيبه، وما فيش محاسبة لأي مدرب بيجي، وإن أنت تعمل اللي أنت عايزه، الكلام ده مش موجود. مش موجود في أوروبا. مش موجود في أوروبا. المدرب بيشتغل بمزاجه، لازم في مدربين بيتفرض عليهم تقدم لي خطتك لمده 4 5 سنين، بتشتغل ازاي؟ احنا عشان تعمل منتخبات مصر، مفيش حاجه اسمها بدون بلان ليك، ولا خطه ليك، ولا برنامج ليك. ففي قصيره المدى ومتوسطه المدى وطويله المدى. انت في مصر عايز طويله المدى، لانك بتعتمد على هنرجع للتسنين والمزورين، وهم بيكبروا بيقفوا، ما فيش تطور في المستوى، لان هو بيعتمد على قوته وسرعته في السن الصغير. اما تيجي تحتاجه بقى في المنتخبات، خلاص قطه سيامي. مش ذكر كده، مش اسد، لا، قطه سيامي. لان هو خلص كل قوته في اللي مع اقل منه. اللي اقل منه بقى عشان يطلع يشم نفسه، انت محتاج بلان، ومحتاج برنامج، ومحتاج مدربين عندها خبرات. قصه ان انت تجيب اللي انت عايزه دي انتهت. الكوره علم وخبرات، وإذا تساوى العلم والخبرات، الخبرات تكسب، لأن الخبرات جربت. العلم بيديك البلان اللي تشتغل عليه، لكن الخبرات كبيرة جدا يا كابتن أسامة. ولازم تجيب مدربين اللي في المنتخبات تحديد عندهم خبرات في المرحلة اللي هيشتغلها. أنت بتجيب واحد يشتغل في الدرجة الأولى، تديله منتخب ناشئين، هو ماله بالقصة دي؟ هو أصلا ما اشتغلهاش. ليه؟ هو باصص لفوق ليه؟ لان فوق الشهره والسوشيال ميديا والقصه دي كلها. فانا مش عايز بقى انا اتعب ليه؟ وانت عايز تخليه يتعب. فبالتالي هيفشل. مش هيحقق النجاح، مش موجود. شرفتنا ونورتنا يا كابتن بدر، واستمتعنا بالحوار معاك. حبيبي يا كابتن اسامه، وسعيد بوجودي معاك، وانت ليك معزه خاصه عندي يعني. حبيبي يا كابتن بدر، ودايما موفق، وطلع لنا لعيبه زي ما احنا متعودين. ان شاء الله طلع لنا نجوم لكل الكره المصريه ان شاء الله، بامر الله ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي كابتن بدر رجب، واحد يعني من نجوم النادي الاهلي السابقين، وابو الاشبال، ده لقبه خلاص اللي احنا اطلقناه عليه هنا في قناه النادي الاهلي. النهارده كان درس خصوصي، لو انت عايز تتعلم وعايز تطور وعايز تبني صح، اتفرج على حلقه النهارده مع كابتن بدر رجب. النادي الاهلي بيشتغل ازاي؟ عشان كده النادي الاهلي تلاقيه ناجح، بيشتغل صح على اسس ونظام، ودايما بيبص للمستقبل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله الاسبوع القادم حلقه جديده من الاشبال.